ولذلك قال الشيخ: الحاجات تزيل المكروهات، تزيل المكروهات. فإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، والمكروه ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم، ما نهى الشرع عنه نهيا، ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم. فمعنى هذه القاعدة أنه إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، وهذه قاعدة مهمة جدا. ومن أمثلة ذلك أن الصلاة بين السواري مكروهة في المذاهب الأربعة، أن الصلاة بين السواري مكروهة في المذاهب الأربعة، فعند عدم الحاجة يكره للمسلم أن يصلي بين السواري، لكن إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة، سقطت الكراهة. ومثال ذلك لو كان المسجد يمتلئ بالناس يوم الجمعة ويصلي الناس خارج المسجد، فإن المسجد إذ ذاك يصبح سواء، فالصلاة بين السواري كالصلاة في الصفوف الممتدة، لا كراهة. وإذا علم هذا فإن الكراهة تسقط ابتداء، يعني ما يحتاج أن يمتلئ المسجد حتى تسقط الكراهة، بل إذا علم أن مسجد الحي أو مسجد القرية يمتلئ يوم الجمعة حتى يصلي الناس في الخارج، فإن الكراهة تسقط من أول النهار، ومن تقدم فإنه يصلي بين السواري ولا يصلي في الصفوف الممتدة حتى يمتلئ المسجد، لأن كما قلنا إذا انعقد السبب كان ذلك وقوعا، وهنا السبب منعقد. ولذلك أقولها: يستحب لمن تقدم يوم الجمعة وعلم أن المسجد يمتلئ ويحتاج الناس للصلاة خارج المسجد، يستحب له أن يصلي بين السواري إن كان ذلك أول ما يجد، لأمور: منها أن فيه فضيلة التقدم بلا كراهة، لأن الكراهة سقطت. والأمر الثاني أن فيه رفقا بالمؤمنين الذين يأتون ويصلون في الشمس ويصلون خارج المسجد. والأمر الثالث أنه يسلم من التسبب في تخطي الرقاب. لو تفرضنا يا إخوة أن صففنا في الصفوف المتصلة وتركنا ما بين السواري، إذا جاء الناس وقد تأخروا ماذا يفعلون؟ يتقدمون ويتخطون الرقاب ليصلوا إلى الأماكن الفارغة، وهذا محظور، وهذا محظور. فلذلك أقول: إذا علم أن المسجد في يوم الجمعة يمتلئ ويحتاج الناس إلى الصلاة في خارج المسجد، فإن الصلاة بين السواري مشروعة لا مكروهة، مشروعة لا مكروهة. نعم.